من جريدة الوطن، مسؤولون ليبيون العثور على جثث 24 مهاجر عقب انقلاب قاربهم. قال مسؤولون ليبيون أنه عثر على جثث ما لا يقل عن 24 مهاجرا حاولوا الوصول إلى أوروبا عقب انقلاب قارب يقل 130 شخصا منذ أيام قليلة قبالة سواحل البلاد. وقال أيوب القاسم المتحدث باسم البحرية الليبية أمس، قال أن قاع القارب الصغير انهار خلال نهاية الأسبوع، مضيفا إلى أنه 52 شخصا معظمهم من الأفارقة جرى إنقاذهم فورا، وتم العثور على 20 جثة أخرى ولا يزال ما لا يقل عن 54 آخرين مفقودين.